ما كنت أعرف جيراني، ما كنت أروح أجاراتي، كان في جداً عندي صعوبة كبيرة إني أنا أطلع من مستوى البيت والمنطقة. أنا حابة أتفاعل مع المجتمع، كنت حابة أطلع من ثقافة المطبخ. بس بعد ما صار عندي، بعد ما صرت سفيرة قدرت أتحرك وأطلع. حالياً سفيرة متطوعة، أنا سفيرة مياه، كنت أنا بالبيت وما عندي فكرة إيش يعني سفيرة مياه، وما كنت من النوع اللي بطلع كتير برا. فإجاني عرض على أساس من مركز هيا من قبل مدرسة ابني، إذا بتحبي موضوع تطوعي وكذا وهيك وإرشاد. فأنا عجبني إنه موضوع تطوعي. فلما سمحت لي الفرصة حبيت، وصار عندي انطلاقة لدرجة إني أنا في شوارع ما بعرفها تعرفت عليها، تعرفت على وجوه طيبة، وتعرفت على الموضوع اللي أنا بمشي فيه. هلا صار طلعت من البيت والمنطقة ومنطقة المنطقة، وصلت لعمان. فكان شوي زوجي يعني أولها شوي صعب من هذا الموضوع، بس بعد ما قابل وإجا معي أكثر من مقابلة ورحنا أكثر من مكان أنا وياه، فشاف الوضع وشاف المهندس عبيدة وشاف اللي بالمركز، فعجبوا الوضع فخلاني أعطاني مجال. لما أعطاني مجال زي ما تكون حريتي شوي انفكت وصار مجالي أوسع. أولادي الله يرضى عليهم هم اللي ساعدوني، عندي 4. أنا أولها كان صعب جدا إنك تطلع من البيت، صعب جدا، يا ماما. بعدين الحمد لله عرفت وساعدوني وفهموا الموضوع. شو ما كنت أتحاضر أجي أحكي لهم أنا أخذت كذا كذا كذا. هم اللي شجعوا أبوهم إني أنا أطلع من البيت، رغم إنه صار معي في الفترة هاي حادث، ورغم هيك الإدارة تابعت معي وكنت أشتغل وأنا على الفراش، وعملت محاضرة وعملت ورشة بمدرسة وأنا بالفراش، وإجوا زاروني وتابعت، وهلا الحمد لله بمشي على إجري والحمد لله الموضوع كتير حلو. هلا صرت بروح على جاراتي، باجي عند جاراتي، أي موضوع نشرب فنجان قهوة كذا أو صباحية هيك، نيجي نقولهم هيك المي، موضوع المي وكذا. فكان كنا ناخذ فكره في كل بيت. هلا تقريبا كثير بيوت انا امشي المنطقه، اهلين ام العبد كذا، صار الكل يعرفني، انا مبسوطه والجيران، وبحاول قدر المستطاع اساعد اللي بقدر عليه. يعني عندي كم رقم تليفون، عندي مشكله، عندي كذا، بتصل بادارتي، بتصل بالمسؤولين مباشره دايركت. في شغلات كثير بتصلح مينيمم نص ساعه بلا مبالغه، حسبتهم وصورت لهم انا نص ساعة فعلاً الخلل. أي إشي عندي استفسار برضو عن طريقي بيجوا الإيجارات وكذا، بيجوا بيسألوني وأنا بسأل مسؤولين عندي غير الإدارة بتاعتنا، أنا مسؤولين بسلطة المياه كتير ساعدونا. كان الممول الأساسي هو أكسفام مع رواد المستقبل، وكانوا يجي يعطونا محاضرات، ومنهم الست دكتورة سميرة كانت تيجي برضو تيجي تحاضرنا وتيجي، وكانت تعطينا مكافآت. هو موضوع تطوعي بس كانت تعطينا مكافآت، ومنها أعطتنا تليفون، بس تليفوني بالشنتي، أعطتنا شغلات. يعني إحنا انبسطنا، أنا جاي تطوع، مش جاي أنا بدي مادي ولا إشي، بس الحمد لله كانوا يكرمونا يعني ويأخذونا مناطق وكذا يعني. بس نعم، حتى المواصلات كانوا يأمنونا إياها، إذا ما أمنونا مواصلات أمنونا بدل مواصلات، هذا كان يساعدنا كتير بالنسبة إلي أنا، يعني عفوا بحكي أنا على تجربتي الشخصية، كان يساعدني والحمد لله يعني مشت الأمور بسلاسة. وكانوا يسمعونا، يعني أنا أول موضوع أنا كنت أستغرب إنه في حدا بتابع معنا، إنك تسمعي لي أجي أعمل تيجي تأمنيني أنا اللي بطلبه، فهي الشغلة مش سهل بالنسبة إلي يعني، أنا إني أنا أجي أحكي مع شخص يجي يأمنني طلباتي، يجي يأمنني كذا برضو. والست أسماء كانت برضو الله يبارك لها يعني ساعدتني في بعض الإرشادات، وسميرة كمان. في عنا رواد المستقبل صبايا كتير ساعدونا، كتير ساعدونا على المستوى الشخصي، على المستوى الإنساني. يعني عندك المهندسة عبيدة كتير ساعدتني، مجرد وجودها ووقفتها وكذا بكفي إنها إقناع جوزي إني أنا أطلع من باب البيت، إني أروح على جارتي، أروح أعمل، أروح على المدرسة، هاي كتير ساعدني. في عنا برضو ست هبة برضو كتير ساعدتنا، يجي عنا مو زيارات خاصة، يعني في مناسبات، حالة وفاة، حالة مشاكل كذا، كانوا يجوا عنا. يعني إحنا اليوم عنا حالة وفاة، هلا بعد شوي بدنا نروح نزورها. أنا يما صار معي حادث كبير، إجوا زاروني وتابعوني ويعني وأكرموني، وهذا أنا شيء ما بنسى، وشكرا لهم وشكرا لكل ما ذكرت اسمه. يمكن أنا بنسى أنا الأسماء، بس في وجوه كتير معروفين.